مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابدا اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم انا الخطا، وهذه طريقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه طريقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ها 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 ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا لك زمان ساكن في هذا البيت اللي اقتابك؟ والله يا اخوي ابو الخير كنا ساكنين انا واخوي ابو فريد هذا البيت، لكن اخوي ابو فريد عشق وبقيت وحدي ساكن. نعم انت ما ملاحظ ان في شيء بيننا يا ثابت؟ عفا عليك ابو الخير، ما بيننا الا كلمه عزه ومحبه واحترام. انا صحيح اني عصبي شويه، لكن انت عاد فاهمني وعارفني، فان شاء الله ما يكون بيننا الا كلمه حبه ومعزه وود واحترام. انا ما قصدت هذا يا ثابت، انا قصدت احنا في اشياء فيها متشابهين. ها كيف متشابهين؟ اسمع مني، انا بدي احكي غير عن شيئك، ومصوري مختلف عن صرك. مالك انت؟ انا اتكلم في شيء غير وانت في شيء غير. الله يهديك، مالك؟ وحدي ما اعرفك ابو خير، ما فاهم منك. فاهمني؟ ها عطني فرصه، انت ما بعطني. زين اعطيناك فرصه، تقول لي احنا متشابهين في ايش؟ يعني ظروفنا وحده، انا بروحي وانت بروحك، لا عندنا زوجات ولا عندنا اولاد. والله يا ابو يا اخوي ابو الخير، يعني ايش اقول لك؟ انا مالي حظ الحين. قول لي كيف؟ كيف؟ ما ايش معي كثير؟ من عصبيتك ترى، على اقل شيء مره تتنازع. المهم يا اخوي ابو الخير، اني كل ما تزوجت وحده بعد مده تطلب الطلاق. فقلت لنفسي اني اعيش كذا احسن لي. تعرف يا اخوي انت في كل زواج مخاسير. ايه ذكرتني بمخاسير الزواج يا ثابت. ما اعرف بدر لما يرجع كيف بيتصرف، خسر كثير في زواجه. عفا عليك ابو الخير، ثابت سداد من ريال لعشرة ريالات. لو سمحت لك انت فاضي؟ نعم تفضل. ياخذ غير تاكسي ويجيك بس. وين جانب بعيد؟ لا لا ما بعيد، بس بنك قطر. تفضل تفضل. بس لا ابوي اسمع الاخ، اسمع، تبغى تركب الكب انا ما انزل. ابوي اركب، ابغى اطلع عليك الجيش. اركب اركب يلا.
حياك الله يا سعد. الله يحييش يا أصيلة. تفضل. أحسنتي. بسم الله. أكيد أنت مستغربة من زيارتي هذه. لا والله، المكان مكانك وإحنا أهل. طول عمرك طيبة يا أصيلة. المرحومة لما كانت تزعل ما حد طيب خاطرها غيرك. ما اتصلت زهرة؟ اتصلت وتقول إنهم مستأنسين هناك. الله إن شاء الله يرجعهم بالسلامة. يعني ما سألتيني ليش أنا جاي؟ أنا اللي أعرفه إنك ما تسوي شيء بدون سبب. فهمتني أصيلة. فهمتنك يا سعد، وعشان كذاك أكون صريحة معك. يا ريت، على الأقل أعرف أنت في إيش تفكري. كل شيء فيك زين يا سعد، وأنا قالت لك هذا الكلام من زمان. ما حد أحبك للفلوس. هو حد ما يحب الفلوس يا أصيلة؟ الحياة ماشية بالفلوس، بالفلوس وبس. لا يا سعد، أنت غلطان. صحيح أنا ما متعلمة، لكن اللي أعرفه أن الفلوس ما تساوي شيء قدام صحة. ساكن في هذا البيت اللي اقتابك؟ والله يا اخوي ابو الخير كنا ساكنين انا واخوي ابو فريد هذا البيت، لكن اخوي ابو فريد عزل وبقيت وحدي ساكن فيه. نعم. انت ما ملاحظ ان في شيء بيننا يا ثابت؟ ما عليك ابو الخير، ما بيننا الا كلمه عزه ومحبه واحترام. انا صحيح اني عصبي شويه، لكن انت عاد فاهمني وعارفني، فان شاء الله
ما يكون بيننا الا كلمه حبه ومعزه وود واحترام. انا ما قصدت هذا يا ثابت، انا اقصد احنا في اشياء فيها متشابهين. ها ايه متشابهين؟ اسمع مني، انا ديك غير عن شكلك ومصوري مخطي مع مصرك. مالك انا اتكلم في شيء غير وانت في شيء غير، الله يهديك. مالك وحدي ما اعرفك ابو خلف المداح منك، افهمني. ها عطني فرصه، ما بعطني زي. اعطيناك فرصه وأقول لي احنا متشابهين في ايش؟ يعني ظروفنا وحده، انا بروحي وانت بروحك، لا عندنا زوجات ولا عندنا اولاد. الله يا ابو يا اخوي ابو الخير، ايش اقول لك؟ انا مالي حظ الحين. قول لي كيف؟ كيف؟ ما ايش المعدل؟ من عصبيتك ترى، على اقل شيء مره تتنازع. المهم يا اخوي ابو الخير، اني كل ما تزوجت وحده بعد مده تطلب الطلاق، فقلت لنفسي اني اعيش كذا احسن لي. تعرف يا اخوي انت في كل زواج مخاطير. ايه ذكرتني بمخاسير الزواج يا ثابت، ما اعرف بدر لما يرجع كيف بيتصرف، خسر كثير في زواجه. قفا عليك ابو الخير، ثابت سداد من ريال لعشرة ريالات. لو سمحت لك انت فاضي؟ اي نعم تفضل. ياخذ كيف تاكسي من جيك بسكو. وين جانب بعيد؟ لا لا ما بعيد، بس بنك تفضل تبقى؟ بس لا ابوي اسمع الاخ اسمع، تبغى تركب كيف؟ انا ما انزل. ابوي اركب، ما باخذ عليك الجيجه، اركب اركب يلا. انت يا سعد. الله يحييك يا أصيلة. تفضل. أحسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنت مستغربة من زيارتي هذه. لا والله، المكان مكانك وإحنا أهل. طول عمرك طيبة يا أصيلة. المرحومة لما كانت تزعل ما حد طيب خاطرها غيرك. ما اتصلت زهرة؟ اتصلت وتقول انهم مستأنسين هناك. الله ان شاء الله يرجعهم بالسلامة. يعني ما سألتيني ليش انا جاي؟ انا اللي اعرفه انك ما تسوي شيء بدون سبب. فهمتني يا اصيلة. فهمتنك يا سعد، وعشان كذاك اكون صريحة معك. يا ريت، على الأقل أعرف أنت في إيش تفكري. كل شيء فيك زين يا سعد، وأنا قالت لك هذا الكلام من زمان، ما حد أحبك للفلوس. هو حد ما يحب الفلوس يا أصيلة؟ الحياة ماشية بالفلوس، بالفلوس وبس. لا يا سعد، أنت غلطان. صحيح أنا ما متعلمة، لكن اللي أعرفه أن الفلوس ما تساوي شيء قدام صحة الإنسان وسعادته. يا ريت لو تغيري هذا الموضوع يا أصيلة. ما عاد منك كلامي. ما علي يا سعادة، بيجي اليوم اللي تفكر فيه وتقول أن كل كلمة أنا قلت لك إياها صحيحة. استريح. الحين عاد قول لي ليش زايرني. انا في الحقيقه خبرتني زهره انك بديت تخيط ثياب بموديلات هذه الايام. نتعلم يا سعد. وانا اللي عندك شغل يا اصيله، انت تخيط الثياب وانا اوزع بمعرفتي. هي بس لو كان الشغل واجد ترى انا ما اقدر وحدي. والله عاد هذه مشكلتش. اول مره تبشر معي.
والله يهديك تواليك سيارتك قديمة زي ما طلبت. نعم يلا نزل جيك نزل جيك يلا. والله انك تعبني يعني تعبني اليوم تعبني. نعم والله ما حد قال لك تجي معي. انا بنزل عنك انت ما ماشي. لا لا بس 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 بس, 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 بس. قول يا ابو الخير هذا الانسان كانه عنده سالفه. نعم اشوفه من ركب معنا وهو يتعصب. زين ليش ما نسأله؟ ليش ما نسأله؟ بنسأله بس خليه يبرد اشوفه حامي. حاشا غليون غليون. نعم غليون غليون. مالها ذي بعد ما راب تركب؟ الله يزول يزول. مالها ركبها عرفت ما فيها. اقول لك هلا هلا خلصنا هلا. يلا يلا بسرعه انا جيبي بطاقه تحركوا. ان شاء الله اخوي ان شاء الله ما يهمك. حاضرين سلامات. لا سلامات اشوفك انك مريض شويه. لا لا انا ما مريض انا شوي مستعجل. يقولون في التأني السلامه وفي العجل الندامه. غصبا عني انا عبد المامور. خير يا اخوي خير. احنا حاسين ان انتهى وراك سالفه. وين قدامك ما لقيته؟ احنا قصدنا نقول ان انت عندك موضوع مهم وخلينك مستعجل. يا عم اذا كان عندك هذا الموضوع المهم فانا بزيد السرعه شويه علشان لا تتعطل. والله يا ريت تزيد بسرعة علشان نلحق على المزابنة. ايش؟ مزابنة؟ مزابنة على ايش؟ لا 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 ماشي ماشي. كيف ماشي توك تقول مزابنة؟ كيف ماشي؟ كيف يعني بتطلعين صميمة مو؟ يا اخواني خلوني ساكت ترى كثرة الكلام ما منه فايدة. ومن قال لك الكلام ما منه فايدة كثرته؟ بالعكس الكلام يريح الانسان. نعم والانسان اذا ضم في قلبه اشياء كثيرة هيتعب. الله يكون في عونه اللي يظن في نفسه. الله يكون في عونه. صدق يا ثابت ها. الواحد لما يظن في نفسه ويخبي وما يخبر حد هي. بينبط. وابو نعم كلام ابو الخير صحيح. اما الانسان اذا تكلم هيرتاح. نعم وما في احسن من راحه البال. قال اخو ما خبرتنا عليش المزابنه؟ المزابنه على على تكلم لا تنبط. تكلم على الثيران. الثيران ما ادري ليش مرهون تاخر مع اني قايل له لا تتاخر. هذا اذا تاخر فبيكون ماشي بفايده. يا ريته يتاخر. انت ايش تقولي؟ انت جنيتي ولا ايش؟ انا اللي جنيت يا فرج. الله يهديك. حد يرهن بيته علشان يشتري ثور؟ سكتي سكتي سكتي. انت ما تعرفي شيء. كيف ما اعرف شيء؟ تو هذا الثور في ايش بينفعنا؟ يا الغشيمه يا الغشيمه. هذا الثور أقوى ثور الحين وإذا خذيته أنا ودخلت بالمناطحة وفاز بترفع قيمته وببيعه وساعتها بوف الدين لعلي هالبنك. هذا إذا فاز. إنزين وإذا غلبوا؟ أنت قاعدة تفاولي علينا من الحين. خلينا نأخذ الأول. يا ترى إيش اللي أخرك يا مرهون؟ هل يكون يا مرهون تقصد فرج بن علي بن خميس؟ هو هو. كيف عرفته؟ كيف ما عرفه؟ هذا كان جاري لما كنت أنا ساكن في بركة. صديق عزيز. سبحان الله منك يا أبو الخير. في كل مكان عندك حد؟ أي نعم هذه نعمة من الله يا ثابت يا أخوي. لكن يا مرهون اللي أعرفه إن فرج ما عنده شيء. كيف حصل كنز؟ لا كنز ولا شيء بس هو يحب مناطحة الثيران. يشتري ثور ويبيع ثور. مرات يصاقب ويزيد ومرات يصاقب وينزل. وهذا المرة إيش؟ سمعت تقول مزابلة؟ فرج خايف عن حد ان يروح لصاحب الثور اللي هو خلفان ويشتري منه. والثور فايز اخر مره؟ فايز ايوه ويريد بكره يدخل فيه المناطحه. بس يا جماعه هذا الانسان هذا ايش يكلف نفسه؟ ما دام ما عنده فلوس هل مو يستلم البنوك؟ هذه هوايه ثابت واللي عنده هوايه عمره ما يتوب عنها ابدا.
وتغير رايك يا فرج، ما كل مره يكون الحظ معك. انت بعد شي لحقتني لهنا؟ الفلوس اللي بتشتري بهن الثور اولادك اولادهن. يا حرمه، انت الرجال في هذا البيت ولا انا؟ لا انت الرجال. عقب ما دام اني انا الرجال خليني اتصرف على كيفي. والديون اللي عليك؟ راح الدكان يطالبك وشمقك يطالبك ب 500 ريال، سدد ديونك احسن لك. لما يفوز الثور في المناطحه وترتفع قيمته ببيعه، وذيك الساعه اسدد كل اللي علي. وتو يلا يلا من فضلك ايش دخلي داخل يا فرج؟ قلت ليش دخلي داخل؟ اسمع يا عبد الله، انا انسان عايش على الله وهذه الحيوانات، اربيهن واعلفهن وبيعهن. ولا تظن يا عبد الله ان الحيوانات ما يحتاج المصاريف. انا ما اقولك ذاك، انا ادري انك خسرت على الثور كثير، لكن بعد الحين انا جاهز بالفلوس، فليش ما تبيعني الثور؟ اسمع عبد الله، ترى انا جالس احرس فرق بن علي ابو خميس، مكلمني عنه الحين جالس احرسه. يا اخي يمكن يغير رايه او شيء. حتى ولو مغير رايه بيجي يقول لي؟ انا عارفه زين انه ما ممكن يفرط هذا الثور بيدينه. انت ما شفت ذيك المره في المناطحه ايش سوى؟ ثور ناصر الغسي ما قدر يوقف قدامه دقيقة. كيف يعني؟ أروح يا خلفان؟ لا 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 تروح، انتظر شوية ومن يجي فرق اللي يدفع أكثر يشل الثور. هين 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 انت ذاك، لما الواحد يطرشك مكان ايش اللي اخربك؟ كلم مالك ساكت مخليني ما عارف اجلس ولا عارف اوقف. اقول يمكن صار لك شيء في الطريق. كلم مالك ساكت. هذا الوجه ما غريب علي. كيف حالك يا الجار؟ كيف حالك؟ من ابو الخير؟ نعم ابو الخير. يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. هين انت؟ موجود يا اخوك موجود. كيف حالك وكيف حال الاولاد؟ الحمد لله الحمد لله. لا لا لا, لا ماشي كلام قدام الباب. تفضلوا 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 داخل تفضلوا. هذا اخوي وصديقي ثابت ترى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابو الثور. يقول يعني ما يشوف الثور يعني. وينك انت؟ لا تسال عن جارك القديم ولا شيء. انت بعد ما تسال الله يبارك فيك. تراني انا ساكن في الداخلية هالايام. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل. يلا نروح. ما موجودين. مالك مستعجل يا ابو الخير؟ انا لازم اخذ الثور اليوم. لا ابو الخير. نعم. اتقل ان هذا انسان خشيم. ها اخذ يقول يعني فهيم فهيم. لا 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 لا, لا, لا ما قصد اقول فهيم، قصد اقول غشيم. هذا غشيم ابو الخير. نعم. انت جايب هذا الانسان يغلط علي ولا كيف؟ اهلا بعدين معك يا ثابت. من جد انت طايح في الريال؟ قاهرني. هذا قاهرني. نعم. من يوم عرفت عنه انه ما اخذ سلفه من البنك علشان يشغل الثور وهو قاهرني. حتى انا بعد متضايق من تصرفاته، بس لازم نقنعه بالمسايسه ما بالغلط. والله لا. يلا نروح لهم. يلا يلا. اخ الفان ايش قلت؟ الاخ فرج انا من رايي تشوف لك ثور غيره. وليش حال؟ اللي يدفع اكثر ياخذه. ايه هذا هو الكلام. وليش ندخل في مزابنة؟ خلينا نتفق احسن. وانا ما جاي هنا الا عشان اتفق مع الاخ خلفان. اخ الفان ايش قلت؟ كم بغيت لثورك؟ والله الاخ عبد الله اعطاني فيه 1500. زين انا بعطيك 2000 ريال. ايش قلت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.
هذا اللي الجماعة جايين معي. نعم. ها وبيكون شهود. ايش قلت؟ الحين الكلام عند عبد الله. وانا بقول 2250 وفلوسي جاهزة. 2500 2600 2700 2700 ريال. من يزيد؟ ما عندك حد قال شيء؟ 2700 ريال 2700 ريال ما عندك؟ ما عندك؟ عندي انا. سمعوا يا جماعة، الثور قيمته 2700 وصاحبه قيمته بريال. ما عندك؟ من يزيد؟ ما عندك؟ ما عندك؟ ايش هالكلام هذا؟ فرق؟ اشوف الشهود خذوا الموضوع بضحك. لا 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 حشا حشا، هذا لا يتمازحوا يتمازحوا. ها ايش قلت؟ 2700 زينات؟ 2900 وهذا اخر كلام. 3000. الله يسلمك بخير وعافية. زايرني الظاهر ان البيت خلع علي وخلع جاي ازورك يا اصيلة. الحمد لله بخير، وانتو الله ان شاء الله يرجعكم بالسلامة. هل الله في نفسك يا بنتي؟ ها وخلي بالك على زوجك. زين عقب، يلا مع السلامة. من فريد؟ هيا هو يبدو اني بعيش معك. ها ثابت. ها ايش رايك؟ رايي انا؟ رايي هذا الانسان يصلب ويضرب بهالعصا الى تسيع روحك. هذا راي دمير مثل صاحبه. والله من هذا راي عندك كيف انا اقول؟ الوقت الحاضر ما عندي، بس لازم نسوي شيء. ولا يهمك، انت عليك بس خطط وانا عليك التنفيذ. أخافك تلبق وتعصب. ما ألبق ولا أعصب إلا البق. هديني. ما يفيد فيك، ما يفيد. أنا من رأيي إنك بكرة ترجع مسقط. ها؟ أرجع؟ لا ما لا لا، أنا رجلي على رجلك. بدوسني؟ لا أنا قصدي بروح معك. هتروح أروح معك. يا ثابت يا أخوي أنت عصبي وما تعرف تتفاهم مع الناس. قلنا لك أعرف، ما أقول لك أعرف. نعم زين زين، لكن انت ليش وافقتنا منه؟ أنا الله يسلمك عندي أمل إن فرج يغير رايه. بعد ما اشترى الثوب يغير رايه؟ لا أبوي ما أعتقد. كل شيء ممكن يا ثابت. أخونا بكرة عندهم ناطحة؟ إيه. يا سلام يا سلام على الناطحة. أنا في الحقيقة أحب الناطحة. نعم هواية الناطحة. لا والله عجب اشتلك ثور وصير ناطح. لا با أنا ما أشتري، أنا أشوف. مالك الله يديك، أشوف بس ترى الهواية. زين يلا أبوي نروح ننام الحين والصباح رباح. أبو أتروح تنام؟ إي وأنت ما تبغى تنام. هاي الحقيقة ما جاي نوم. أنا أروح عند النجوم. والله هذيك واحد اثنين هين زهرة هين طريق. صباح الخير. صباح النور يا ريه. تفضل بالشاي. مشكوره يا ريه مشكوره. وين زوج فرج؟ في الزريبه. من اشترى ذاك الثور وهو بايد معاه ورا البيت في الزريبه. اسميك يا فرج عاد انك ما فيك عقل عاد. يا ابو الخير انت ما غريب علينا، لازم تعرف نحن متعذبين والسبه فرج وثيرانه. تصدق ما يهتم في البيت مثل ما يهتم بالثيران والمناطحة. ترى فرج الله يهديه فاهم المسألة بالغلط، ماخذنها تجارة وربح ما ماخذنها هواية. الله يخليك يا أبو الخير، إذا تقدر تقول له شيء قول له. بحاول بحاول يا ريا وأمري لله. سامحني عاد عطلتك. عفا عليك يا بنت الحلال، لا تقولين هذا الكلام. أنا إن شاء الله بتصرف معه ما يهمك. ما تقصر
ما تقصر يا ابو الخير. هبط. ها اشرب شاي تعال. زين زين بعد بنتغيق بنتغيق شاي بس شاي. واوي ويوك قصر حسنك قصر حسنك قصدي اقول ويوك ويوك. انت البارحه تعشيت الحقيقه؟ لا. ليش؟ اذا ما لازم تتريق. سامحني يا اخوي بعد ما فهمتك. اشرب شايك انت الحين بنروح حق صاحبنا فرج في الزريبه والطريق بفهمك. يلا يلا اشرب. كيف اليوم انت ما تروح الشغل؟ اشوفك اللي انت ما مبدل ثيابك. الله يكون تروح بعدين. لا يا امي انا مشغول بالمقاله هذه اللي في يدي. هذه مال المقله؟ هذا مقال بيكون له صداه والكل بيتكلم عنه. واضح حال مو بالكل يتكلم عنه. عصري انك انت مو كاتب فيه. هذه مقاله يا امي عن الازدواجيه. أقول فيها إن الإزدواجية لها أسبابها، لأنه لكل شيء سبب ولكل سبب مسبب. أي فعل يقوم به الإنسان يكون مرهون بسبب بمؤثر يطغى على الإنسان ويقوم بالفعل. يلا وليش قمتي وأنا ما خلصت كلامي؟ وقومي بعد له سبب كتب عندك. اليوم يومك يا بطل. اي نعم هذا انا من البارحة وانا اشجعك ما قصرت معك بشيء ابدا فلازم تبيض وجه اليوم. اي نعم ما عندك حجة ابدا ما عندك حجة. فرج. نعم. انت بعدك عند هذا الثور؟ مثل ما تشوف جالس ما اخليه يحس بالوحدة. يعني كيف تسليه؟ يعني تقدر تقول كذاك. وفرج. نعم. هات له دش وتلفزيون هات له. صاحبك ترى يتمسخر واجد يا ابو الخير. لا لا ابدا يا فرج يا اخوي لا صاحي بس اسالك يعني كيف تسليه؟ ترى الله يهديك بعد كلامك ما له معنى. عقب كيف تسليه ترى الثور ما يفهم. وهذا الغلط بينه. من قالك ان الثور ما يفهم؟ الثور يحرث الارض، الثور يقر الاشياء الثقيله، الثور يناطح وتقول انت ما يفهم؟ ابوي لا تزعل عمرك لا تزعل عمرك يا فرج خلاص يفهم يفهم. انا من امس جالس اوصيه. وبايش توصيه؟ اوصيه انه يفوز يبيض وجهي. وكيف هو مستعد؟ اشوفه مسهي كانه. لا 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 انا من امس وانا جالس اشجعه. لا يكون ابوي الثور بشمان. لا 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 نحن اصلا الثور قبل المناطحه بيوم ما ناكله شيء لان اذا كل بيثقل واذا ثقل ما يقدر يناطح. يلا ثابت. حرك عطاك الزيدة زيدة. بس يا ابو الخير بس يموت الثور الله يهديك مالك. ما بيموت بس بيكسل شوية ما بيموت. زيدة زيدة نعم زيدة زيدة ما في الا هالطريقة هذه بس. كل كل يلا عقب زيدة بعد زيدة زيادة. لا بس 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 لا يبشن بس علينا بس. يلا خلا بنروح خلا يلا يلا رايحين. كل بابوي طحنا فيها يا ابو الخير قبله جهلك الموت يا تارك الصلاة. هيه نغيب سلك يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير صلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير وصاحبه من مر عمره غريب ما يندري بكره يشوف معكم نطوف بكره نشوف معكم
نشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير ودر مكانه وعايز زمانه ودر مكانه وعايز زمانه هذا هو أبو الخير 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 هذا